بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل السباق 22 لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس المغفور له الشيخ راشد بن محمد آل خليفة، وكأسي شركة بتلكو، وكأس وزارة الشباب والرياضة، وكأسي بيت التمويل الكويتي، وكأس نادي الفرسان، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق ممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وتم تتويج الفائزين في السباق، حيث قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس نادي الفرسان إلى المضمر الفائز علي جان، كما قدم سموه جوائز إلى المضمر والفارس الفائزين في الشوط الرابع، فيما قدم الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة كأس المغفور له الشيخ راشد بن محمد آل خليفة إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، ثم قدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو كأس بتلكو للشوط الأول إلى سمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة، وكأس بتلكو للشوط السادس إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، فيما قدم السيد عيسى عبد الله دويشان المدير التنفيذي لبيت التمويل الكويتي كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وكأس بيت التمويل الكويتي للشوط السابع إلى المالك الفائز راضي آل طوق، فيما قدم السيد خالد الحاج الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة كأس الشوط الثالث للمضمر الفائز ألين سميث.